أكد وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في العديد من دول إفريقيا والبحر المتوسط. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. عندنا محددات معينة لابد لأي مؤسسة يتم إنشائها على أي نهر أو على أي حوض نهر لابد أن تتبع قانون الدولي للمياه، غير كده أعتقد مصر ما تقدرش تخالف القانون الدولي ولابد احترام القانون الدولي. للأسف اتفاقية الإطارية المعروفة باسمها عنتيبي تخالف القانون الدولي في عديد من النقاط لا يتسع الوقت لشرحها، ومصر موقفها واضح جدا، بتقول لما نرجع للقانون الدولي وتتعدل الاتفاقية الإطارية علشان تحترم حقوق المصب والمنبع نبقى موجودين فيها، غير كده احنا موقفنا واضح، احنا لن ننضم ليها الا لما يتم مراجعتها وتتسق مع الاعراف والقوانين الدوليه.